السلام عليكم. عندي اليوم ان شاء الله غادي نصيب لكم واحد الغريبه معلكه زوينه كتجد دغيا، واخا يكونوا كاع جايين عندك الضياف عيطوا لك جايين كتصوبيها دغيا كتشوف بنتي كتصوبها دغيا. بغيت نشاركها معكم ان شاء الله. فيها هنايا 125 غرام ديال الكركاع، 125 غرام ديال اللوز، وعندي هنا 100 غرام ديال السنيده، عندي هنا بيضه وحده، وعندي هنايا واحد راس المعلقه الصغيره ديال الخميره الحمراء، خص ما تفوتيهاش باش تصدق لك، ما تفوتيش هذا القياس راس المعلقه. عندي ماشي باكيه كلها، غير كناخذ شويه من راس المعلقه الصغيره وصافي. هنايا واحد قشور الحامض، وعندي هنايا فانيا، هادو ديال التزيين. عندي هنايا السكر كلاصي ديال باش غادي نفندها، وعندي هنايا ملي كنكون كنصوب الكركاع كنحيد منه هذه اللي صحيحه، شتيها الطراف هذه اللي طريفه هكا اللي غيتحطوا فوق الغريبه، وشويه الماء زهر باش كنفند نديرها في يدي. بسم الله غادي نطحن هادو وحداك هنايا، يعني منقيين ما فيهم حتى حاجه و ما محمرين ما والو، هكا خضرين. بسم الله بسم الله. غادي نديرو هنايا العصير، غادي ندير الكركاع وصيني ما تنخليوش منيل بزاف، غير شويه وصافي. هانتي بحال هكا ياكل كلش منيل بزاف. ها هو الورق دابا حنا خلطنا كاع النواشف هنايا، هانتي شتيني دابا غادي نخدم بيدي. خلط هاد البيضه مزيان صافي الفرشيطه، هاكا تخلط مزيان صافي. غادي نعجن بيدي بسم الله. هانتي شتي ما فيهاش المقادير بزاف، سهله ما خصناش نخلطوها نخليوها ترتاح ولا نخليوها تتشرب، خصنا ديك الساعه نكوروها. هانتي شتي كتجيني شان يا زواد. هانتي هاهي ملي جمعتها هي كي كتكون نيشان ما جاريه ما قاصحه، شتيها صافي. غنخليها دابا على ما نشعل بوط الفران ونوجد التبصيل ونكورها ان شاء الله. ديرنا الزهر باش نفندو يدينا، بسم الله كندهنو يدينا بحال هكا بشويه ديال الماء زهر، وتندزو غير شي شويش شي على حسب اللي بغاها كبيره ولا ميان صغيره. هانتي بحال هكا حيت هاديك الماء زهر باش كتخليه تلفف في السكر كلاصي، السكر كلاصي خصو يكون ممتاز، سكر كلاصي سبيسيال هكا. بنتي صوبها كي بعدا شجوج وكنحطو عليها هاد النص ديال الكركاع بحال هكا، نوركو عليها شي شويه بحال هكا صافي. نصوب لك وحده اخرى، هانتي نصوب وحده اخرى مزهر، ضروري المزهر باش داك المزهر كيخلي داك السكر كلاصي كيلصق في هاد الغريبه. هادي كتجي لذيذه وكتصدق 100% وما فيهاش الزبده ما فيهاش الزيت، باش كتعجبنا ما فيها لا الزبده لا الزيت. هانتي بحال هكا كتهز مزيان السكر كلاصي
حتى هكا يكونوا مبعدين. كتبركي عليها هكا غير شي شويش. دابا عندي الفران 180، دابا غادي نقص الفران، نقص الفران ونطفي ونشعل غير الفوق، نديرها 5 دقائق نوقف عليها مدة 5 دقائق، ما تمشي حتى شي بلاصه. عرفتي ملي كتشوفي كتشقات شويه كنهبطوها لتحت، عرفتي العافيه مهيله لتحت. دازت 10 دقائق نشوف واش جدات. هي دابا كانت الفوق وكل شيء على الفوق، عاوتاني طفيت الفوق وشعلت لتحت ونقص صافي. دابا راه وجدات داك اليدين لا دغيا وجدات. كما قلت لك راه دغيا يعني كتصدق 100%. صافي نخليها شي شويه تبرد ونحيدها ان شاء الله. داك طبسي التقديم المغربه ديالنا وجدات، شفتيها؟ نحلك هادي سي كتجي كتجمع لك غزاله وكتعطي 30 حبه. نوريها شتي كتجي فتيتيا، شتي كتكون فتيتيا هانتي كتجي غزالة. غير هي ما كتعداش، خصها تخبع في شي حاجة باش ما كت باش ما كتقصحش دغيا، ما كتعداش واحد السيمانة جوج سيمانات كاع دغيا خصها تكال، حيت كتنشف. ولكن راها هائلة زوينة، صحة وراحة. وصلنا لنهاية الحلقة، ما تنسوش تطبقوا الوصفة، تبعثوا لنا بالصور على المواقع اللي تلقاو الروابط ديالها في صندوق الوصف، كذلك الاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتوصلنا بكم ما هو جديد على قناة سيدة الدار، وإلى اللقاء.